احمد علي بشنبر مصنع الخبز فراسه هو يعتبر من اقدم المصانع واول المصانع المنتجه واول الشركات المورده للبن الحرري ولا قام فيه من الحبشه للسعوديه من الحبشه الى السعوديه اللي هي اثيوبيا. هل زيارتكم هي الاولى للمغرب؟ اول زياره يعني. كيف يعني تشعرون ببلدكم الثاني؟ بلد الثاني واخواننا واهلنا العرب الله يحفظهم يا رب، وان شاء الله نكون زياره طيبه وموفقه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ونكررها ان شاء الله لزياره افضل. هذا الاسم الذي اسم الخير. الخير ونتمنى الخير للجميع ان شاء الله لجميع المسلمين كما باذن الله يا رب. باذن الله ونشكرك على الاستضافه. نحن من مصنع البترجي، مجموعة البترجي للسكريم والعصير. هذه المجموعة تحتوي على أكثر من 22 مصنع مختلف الإنتاج، مصنع أغذية. المصانع في الدول العربية أو في الدول الأجنبية؟ في جدة، في السعودية. جدة، السعودية. في جدة بالذات يعني. نعم. مصنع يوجد مصنع للسكريم والعصير، مصنع الزهرة، مصنع الغذائية. نعم. مصنع العسل ومصنع الأحذية. حتى الأحذية؟ حتى مصنع الأحذية والملوثات الحديدية كمان. نعم. مصنع ملوثات. نعم. مصنع حديد. نعم. ومصنع إعادة تكرير الزيوت، مصنع أدوية، أكبر مصنع في الشرق الأوسط. 20 مصنع. أكثر من 20 مصنع تقريبا. كيف وجدت المغرب؟ بلدك الثاني. والله بلد طيب، وأهل الغاديين. والحمد لله، هذه أول مرة أنا أجي المغرب. أول مرة تجي. ان شاء الله تتكرر. ونتمنى تعود دائما الى المغرب، ونتمنى ان نلتقي معك في فرصه اخرى ان شاء الله، ونتمنى لك التوفيق والنجاح. احنا ندعوكم العصير حتى بارك الله. شكرا شكرا. يلا شكرا. الصحف الوطني المغربي. شكرا. صحيح. كل التاريخ أسمع صوت عبد المحسن الليوي للشركة السعودية. صناعة المحلول المحدود بشركة السعودية. سعودية. شركة السعودية صناعة المحلول المحدود. والأخ حسين الدرويش. حسين. حسين الدرويش مدير إداري شركة السعودية لصناعة المحلول. وش لأول مرة زيارة للمغرب؟ نعم. أول مرة. أول مرة. كيف وجدت المغرب؟ ممتازة. ممتاز. أجواءها طيبة وعملها ممتاز. إنه هو الوطن الثاني للسعودية. نحن أشقاء، والسعودية هي الوطن الأول للعالم العربي والمغربي. ثانيا المغرب يحب المواطنين السعوديين لأنهم شرفاء ونزهاء وأهل البيت. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا. هناك متحدث وصول. الحرب قديمة في الحرب قديمة. نعم. جبران حدادي مسؤول معارض في هيئة تنمية الصادرات. والزيارة الأولى للمغرب. زيارة.
تخبرني كيف ترى المغرب او كيف بلد جميل وبلد مضياف سعيد سعيد جدا البلد البلد الثاني للسعوديه هو نعم اكيد واو ونحن نحب السعوديين المغرب ونتمنى نفس الشعور ونتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله زهير الفريسي مدير ديال الشركه ديال التكنولوجي شركه مختصه في مجال ديال التطبيقات الهواتف الافريقيه وفي مجال ديال الموبيل هذه الشركه انت تاسست الشركه شركة سنة 2000 2000 دابا عندها تقريبا 14 عام ديال العمل الشركة موجودة في الدار البيضاء العنوان ديالها في الدار البيضاء في 74 بالبعض شارع المنون وكنخدمو ابتداء من الدار البيضاء كنخدمو في مجموعة من الدول خدمنا مجموعة من الدول في تونس في الأردن في المغرب كيفاش شفت المجال العمل ديالكم كيفاش انت كيفاش تشعر واش كاين شي فائده شي ربح هادشي ايه واش شي ربح واش كاين شي ربح كاين شي لا هو الفكره شنو هي الانسان المحاوره قبل ما تكون منطلق للربح هي اساسا منطلق للخلق دابا انت واش من خلال الاستثمار ولا غير شركه ولا كمستثمر ولا يعني عندك شركه انا عندي واحد الجزء من المساهمه ولكن في المساهمه عندك نسبه عندي نسبه ديال نسبه في الشركه في الشركه ولكن كاين مستثمرين عندهم نسبه دابا تنقول زعما واش كاين شي ربح او شي نجاح في هذه الشركه اللي انت الحمد لله حنا دابا كشركه باش نقولوا هذا العام اللي داز دينا واحد التروفي ديال الشركه الاكثر ابتكارا في المغرب سنه 2013 التروفي كيوزعوا وزارة التجارة والصناعة و سي جي وي الاتحاد المحاولة في المغرب حنا الهدف ديالنا ماشي كيقول كاين الربح اللي هو الربح المادي دونك ضروري الانسان كيحاول يبحث عليه الربح المعنوي ولكن الربح المعنوي شنو هو؟ هو ان الشركة كل ما كبرات كل ما العدد الناس اللي كيخدموا واللي كياخذوا دي سالير وكل ما شي اسر كتكون وكتربح منها كل ما استاذ بغيت نوجه لك واحد السؤال كيفاش هاد الهواتف الذكية كيفاش هاد السرية وهاد الهواتف الذكية شنو هاد الفكرة بكل بساطة شنو هي نحنا كنفكرنا بأنه في المغرب العدد ديال الهواتف النقالة يعني الموبيل كيتجاوز تقريبا على حسب أحد الإحصائيات كيتجاوز 30 مليون في المغرب فأي واحد في المغرب تقريبا عنده تليفون تمام كيفاش نقدروا نوصلوا لي سيرفيس اللي كاينين في الانترنت لهاد الناس نوصلوا لهم لي سيرفيس اللي من جميع الانواع مؤخرا بحال دابا لونسينا ان ابليكاسيون سبيسيفيك للباك كتسهل التلاميذ اللي في مرحله البكالوريا انهم يوجدوا يشوفوا الامتحانات ديالهم يوجدوا التمارين يوجدوا الدروس الى اخره وفي نفس الوقت يلقاو وسائل التوجيه للمؤسسات العموميه العليا هذا مثال ولكن كاين امثله اخرى كاين عندنا دي زابليكاسيون تطبيقات في المجال ديال الصحه اللي كتسهل على المواطن انه يعرف الاثمنه ديال الادويه اللي كاينين في السوق يقارن بين الادويه يعرف فين كاين الاطباء ولا تسهلوا على المواطن يعني الصحه والثقافه والفن و من خلال الهاتف المقال لان الواقع في المغرب هو انه كل شيء عنده تليفون ماشي كلشي عنده بي سي ولا عنده وسائل اخرى دونك خصنا نسهلو في الهاتف وغادي نتمنى لك النجاح والتوفيق ان شاء الله ونتمنى لكم انتم النجاح والتوفيق السلام عليكم ذاكرة سياسية ذاكرة سياسية مرحبا مرحبا سيدي تفضل بغيت تكلموا لينا شويه على هاد المنتوجات ديالنا ديجا حنا لابوغاتوار فارماسوتيك ماروكان مغربي اوني فيير دو ليت باسكو تبارك الله عندنا دي برودوي كي كونكورونسيو لي كوند مارك انترناسيونال وكان اون فابريك دي برودوي ان جام كوزميتيك هي هذه لا جام كالين الحمد لله ها هي
زيت ألغان. زيت ألغان. أيه، زيت ألغان. نبي نخدي هذا كيف زيت ألغان. الاستعمال دي. الاستعمال دياله فيه واحد برونزون. برونزي. كل شيء بني هنا مختلف. حتىش مش زيت ألغان. زيت ألغان فيها بزاف ديال هذه تركيبة ديال التجميل. ديال التجميل. الوجه والشعر. الوجه والشعر والجسم. فيها برونزون. برونزي. فيها رولاكسونت للاسترخاء للاسترخاء ديال المساج وفيها اونتي سيلوليت الناس اللي عندهم لا سيلوليت وفيها بولا شوب دو شوفو اللي كيطيح له الشعر ديالو وفيها داك الزيت ارغان بيغ اللي كنديرو لو فيزاج زيت ارغان بيغ كنديرو لو فيزاج سي اون غام كومبليت هادي فيها كلشي واش كاين هناك اقبال هادي سي اكثريه هناك اقبال على هذه المواد حيتاش كاين هي كنا كنديروها ليكسبو ولكن دابا مؤخرا درناها في المارشي المغربي درنا حتى في السوق المغربي لان بغينا المغاربه يستافدوا من هذه المنتوجات واش لاول مره كتشوفي فيها لاول مره كنشوف اصلا هذا جوبونس لاول مره لا لا انا كنشوف اه نفس منك واش لاول مره كتشوف اول مره سيتي كنشوف اول مره كيفاش تشوفي انت هذا واش كنشوفوا لك بالنسبه لنا حنا معارض مهم علاش لان عندنا اهم حاجه هو التعرف على المنتجات ديالكم كنعرفوا المنتجات ديالنا وكنتعرفوا على الناس اللي يقدروا ياخذوا المنتجات ديالنا خصوصا السوق السعودي طرحي لي سؤال مرحبا لا لا طرحي سؤال ماشي مشكل راه نسالو يا جوب ما عرفتش السؤال مش داش شرح مرحبا عايزك تسولي شي سؤال البرودوي اللي داروا الوجه واش كلهم بيو ناتشورال هاد لا غام ديال ارغانيك فيها زيت ارغان بيو بالنسبه لي برودوي واش كتستعملوهم بالاعشاب المغربيه يعني ما كاينش دي برودوي اترون ديال يعني اترون على بالنسبه للحوايج اللي تكون عندنا في المغرب لا هاد هاد لا هاد لا غام بوحديسه اللي كندير فيها زيت ارغان مغربي بالنسبه للنساء ولا بالنسبه للنساء بالنسبه للشعر تولي بوتو تولي شون دو بو تولي تيب دو بو نتمنى لكم التوفيق الله يبارك فيك شكرا انتما شرقي زهر انت جنسيه مغربي شنو شاركتي في هذا المعرض استعانوا باش نطلع فيه على الأسف ما كانش شي حاجة لي كانش إقبال لا إقبال لأول مرة تشارك في المعرض؟ أول مرة ربما لأول مرة في هذا المعرض في المغرب تيكونوا في مدينة الحاضنة تشنو يعني كيف هذا المعرض؟ يعني صباح المسج التويبة لي ديكوراسيون ياه من عندكم المعمل ديالها معمل الفاس عاصمة العلمية يا مرحبا يا مرحبا نهار كبير الناس ديال الفاس ناس في المستوى وناس في المتوهلين هما اللي كانوا في المعرض الصناعه الصناعه التقليديه كلها كلها فاس معروفه بالصناعه التقليديه نتمنى لك النجاح والتوفيق ان شاء الله نتمنى المشكل اللي كنعاني منه هو المشكل اللي ماشي في المستوى معامل ما عندها لا ما عندها لا رخص ما عندها لا 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 ضرائب لا والو خدامه غير هكاك عشوائيه هي اللي تقضي عليكم الحركه راه حنا عندكم انتم بعد التمرينه نعم الشركه ديالكم اسماء فما مطرك شرفي نتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله الله يبارك فيك